يقول السائل: هل شروط لا إله إلا الله شروط صحة أم شروط كمال؟ شروط صحة، شروط لا إله إلا الله شروط صحة، لا تنفع قائلها إلا بهذه الشروط، فإن قالها بدون هذه الشروط أو بدون بعضها فإنها لا تنفعه لا إله إلا الله. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، سبعة شروط.